السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أستكمل حديث عن البرنامج المحاكي للشبكات وهو البينيت لاب. سوف أتحدث عن طريقة تنزيله في الجهاز، أولا تحميله من الموقع الخاص به وبعد ذلك تنزيله في الجهاز عن طريق تنزيل الفيرتشوال ماشين الخاص به من الموقع، ومن ثم فكها باستخدام برنامج الـ VMware Workstation. الرجاء التأكد من تنزيل هذه البرامج قبل محاولة تشغيل برنامج الـ PNET Lab في الجهاز. أولاً نتأكد من تنزيل برنامج الـ Wireshark، برنامج الـ VMware، برنامج الـ TeraTerm، برنامج الـ Putty، ثم برنامج الفايل زيلا. هذا الملف وهذا الملف الآن يجب أن نقوم بتحميلهما من الموقع الخاص بـ PNET Lab. فإذا أنتقل إلى الموقع PNET Lab. في جوجل كروم نكتب هنا PNET Lab ثم داونلود. في الأسفل لدينا الروابط، يمكن أن نستخدم أي رابط. حجم الـ Virtual Machine الخاصة بالـ PNET Lab حوالي 2 جيجا. بعد فكها سوف يكون حجمها بحوالي 6 جيجا. لذلك الرجاء التأكد من توفر مساحة كافية في الهارد ديسك وبالتحديد في القسم C. ثم نبحث عن PNET Lab Client Pack. ننقر على أول رابط How to Console to Devices في الأسفل لأننا نستخدم Windows. هنا هذا هو الرابط Windows Integration Pack. فإذا قمت بتحميلهما مسبقا إلى الكمبيوتر، هذا الملف وهذا الملف. ننقر على هذا الملف أولا الباك ونقوم بتنزيله Run ثم Next ونتابع عملية التنزيل إلى النهاية. بعد الانتهاء أتأكد من أن البرامج التالية شغالة في الجهاز. ما هي البرامج؟ VMware Workstation. البرنامج الثاني FileZilla Client. البرنامج الثالث TeraTerm. البرنامج الرابع Putty. البرنامج الخامس Wireshark. فيجب التأكد من تنزيل هذه البرامج ويجب تشغيلها للتأكد من أنها فعلا في حالة جيدة، وبعد ذلك أقوم بإغلاقها كلها. أذهب إلى الملف الرئيسي الذي تم فيه تنزيل الـ Virtual Machine على شكل ملف OVA. هذا الملف يمكن فتحه ببرنامج ضغط إن كان لدينا برنامج ضغط في الجهاز، ولكن ليس من الضروري فك هذا الملف ببرنامج الضغط. سوف أقوم بفتحه ببرنامج الضغط فقط من أجل الإثبات بأنه الآن يحتوي على ثلاث ملفات. الملفات الرئيسية أو الملف الرئيسي وهو الديسك 1، الهارد ديسك الرئيسي لهذه الفيرتشوال ماشين حجمه 2 جيجا. بعد قليل يتم فكه وفتحه في الجهاز ويأخذ حوالي 6 جيجا. لذلك الرجاء تأكد من وجود مساحة كافية في السي، مساحة فارغة طبعا. وهنا الملفات التي تحمل الإعدادات الخاصة بالفيرتشوال ماشين. فإذا ننقر على هذا الملف مرتين. لاحظ أنه يتم تشغيل برنامج الـ VMware Workstation بشكل تلقائي، لذلك نحتاج إلى هذا البرنامج. هذا البرنامج بشكل تلقائي يفتح أي ملف
ذو امتداد OVA. أين سوف يتم فك الملف السابق إلى السي يوزرز أدمين دوكومنتس؟ هنا اسم المستخدم الذي تستخدمه في الجهاز، ويفضل أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية. دوكومنتس، لأن أحيانا الاسم باللغة العربية يسبب مشاكل. دوكومنتس فيرتشوال ماشينز، ثم في الفولدر بي نت. فإذا لو فتحنا الدوكومنتس الموجودة في الجهاز وفي الفولدر فيرتشوال ماشين، نلاحظ أنه فارغ الآن. ننقر على import وننتظر حتى يتم إجراء فك للفيرتشوال ماشين إلى هذا المكان document virtual machine. وبعد الانتهاء نلاحظ اسم الفيرتشوال ماشين هنا وهنا الإعدادات الخاصة بها، ومن هنا يمكن تشغيلها. قبل تشغيلها سوف أقوم بإجراء بعض التغييرات على الإعدادات الخاصة بها، بالنقر على Edit، ثم بالنسبة للبروسيسر، بالنسبة للميموري يمكن زيادتها إن كانت جهاز الكمبيوتر أو إن كانت الذواكر في جهاز الكمبيوتر الخاص بك تسمح بذلك، يفضل زيادتها. بالنسبة للبروسيسر، الرجاء معرفة نوع المعالج في الجهاز الذي تعمل فيه. الجهاز الذي أعمل فيه فيه معالج واحد وأربع نوا. هذا العدد لعدد الرقم لعدد النوا في المعالج، وهذا لعدد المعالجات في الجهاز الذي تعمل عليه. ثم نقوم بتفعيل هذا الخيار وهذا الخيار. نحتاج هذا الخيار VTX لأن الفيرتشوال ماشين أو PNET Lab هو عبارة عن فيرتشواليزيشن ضمن فيرتشواليزيشن أخرى. VMware Workstation تمثل فيرتشواليزيشن ضمن الجهاز الذي نعمل عليه، والبينت لاب يمثل فيرتشواليزيشن ضمن VMware Workstation. فنحتاج إلى تفعيل هذا الخيار، أوكي. ثم بعد ذلك سوف أنتقل إلى الإعدادات الخاصة بالVMware Workstation. في الفيديو السابق ذكرت بأن الشبكة الخاصة بالنات للVMware Workstation عادة يتم إعطاؤها عنوان IP بشكل عشوائي من العناوين IP. فعلى الأغلب سوف تبدأ ب 192.168، ولكن هذا الجزء سوف يكون مختلف من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر. فأريد إعطاء هذا الجزء بشكل يدوي وتثبيته فقط من أجل تذكره فيما بعد. فهل يمكن إعطاء هذا الجزء بشكل يدوي؟ نعم. نذهب إلى الفيرتشوال ماشين أو VMware Workstation البرنامج الرئيسي. ننقر على Edit ثم Virtual Network Editor ثم Change Settings ثم النات. هنا نحدد على النات التي تقابل الكرت الموجود في الكمبيوتر VMnet 8. لاحظ هذا الرقم 8 يمكن تذكره، لذلك كتبت هنا 108، فممكن أن يكون في جهاز الكمبيوتر لديك 125 أو 128 أو رقم آخر. لذلك بما أن هذا الرقم 8 فأكتب 108 فقط للتذكر. فإذا الآن الشبكة الافتراضية التي اسمها NAT سوف تولد عناوين IP من هذه الشبكة لأي جهاز فيه كرت افتراضي متصل بالشبكة الافتراضية النات. Apply. وأيضا بالنسبة للVMnet 1 قمت بإعطائه الـ 101 للتذكر، لن نستخدم هذا، فقط سوف نستخدم النات. أوكي. فبعد قليل عند تشغيل برنامج
أو الفيرتشوال ماشين الخاصة بالبينت لاب. هذا الكرت سوف يتم إنشاؤه بشكل تلقائي وربطه مع أول كرت هنا وهو النات، لذلك سوف يأخذ عنوان IP من الشبكة والـ 92.168.108. الـ 200 يجب أن نقوم نحن بتثبيته وعدم ترك هذا الكرت باعتماد عنوان IP بشكل عشوائي. ونفس الشيء بالنسبة لهذه الفيرتشوال ماشين، سوف تقوم بتوليد هذا الكرت PNET 1 وسوف يتصل مع هذا الكرت، لكن هذا الكرت من نوع بريدج. ما معنى هذا؟ أي أنه سوف يحاول الحصول التواصل مع هذا المنفذ الحقيقي للجهاز والحصول على عنوان IP من الراوتر أو المودم الموجود في الشبكة لدينا، فسوف يحصل على عنوان IP بشكل تلقائي إن كان هذا المنفذ في حالة up وإن كان متصل بالمودم، ولكن سوف يحصل على عنوان IP بشكل عشوائي. سوف أقوم بتثبيت هذا الجزء وإعطائه 200 فقط للتذكير لتسهيل عملية التذكر. أيضا سوف يتم إنشاء هذا الكرت PNET NAT بشكل تلقائي. الرجاء التمييز بين هذه النات وهذه النات. هذه النات ناتجة عن الفيرتشواليزيشن الأولى في الجهاز، هذه النات هنا ناتجة عن الفيرتشواليزيشن الثانية الضمنية ضمن الفيرتشواليزيشن الأولى، فيتم توليده بشكل تلقائي وإعطائه عنوان IP وعلى الأغلب من هذه الشبكة 10.0.137/24. فإذا هذا ما أحتاجه من إعدادات. لنذهب الآن إلى الفيرتشوال ماشين ونقول لها باور. الرجاء عدم اللعب في كروت الشبكة الافتراضية نات وبريدج، تركها كما هي. لنقوم بتشغيل الجهاز الافتراضي وننتظر حتى يظهر لنا على الشاشة اسم المستخدم root وكلمة المرور pnet وبالإضافة إلى عنوان IP الذي سوف أستخدمه مبدئيا للتواصل مع هذه الفيرتشوال ماشين. لا أحتاج هذه النافذة الآن. فإذا سوف يتم إعطاء البينت 0 هنا عنوان IP، لاحظ أنه تم إعطاؤه العنوان 153. بعد قليل سوف نعدله إلى 200 فلا يوجد أي مشكلة. كيف ذلك؟ أنقر على Enter ثم أدخل اسم المستخدم root ثم الباسورد pnet، لن تظهر على الشاشة. أنقر على Enter، يطلب مني هنا إعادة ضبط كلمة المرور، أكتبها نفسها حتى لا أنساها pnet، مرة أخرى pnet. أحتاج إلى اسم للـ DNS domain حتى يتم توليد السيرتيفيكيت الخاصة باتصال الـ SSH لهذه الـ virtual machine. أوكي. الآن أريد إعطائه عنوان IP بشكل يدوي. أنقر على أو أختار static بالأسهم ثم أنقر على space حتى تنتقل إشارة النجمة إلى الأسفل. أوكي. ما هو عنوان الـ IP؟ 192.168.108.200. عنوان الماسك 255.255.255.0. الـ Gateway 192.168.108.2. فقط النات هنا الاستثناء فيها أن الديفول جيتوي الخاص بها ليس 1 وإنما 2، فلذلك الرجاء التدقيق على هذه الملاحظة. فإذا هنا 2 أول DNS server 8.8.8.8. يمكن أن تختار أي DNS server إن كان في المؤسسة لديك رقم آخر أو في البيت أو في المنزل أو في المكتب.
ثم الرقم الثاني لجوجل .for. هل تحتاج إلى عنوان IP للNTP سيرفر؟ لا. هل أنت متصل بالإنترنت مباشرة؟ نعم، directly direct connection. فيتم في الأسفل توليد الكي بشكل سريع من أجل السماح لنا بالاتصال بهذه الفيرتشوال ماشين بشكل باستخدام الـ SSH. هنا للتنويه يوجد ملاحظة مهمة. على الأغلب سوف ترتكب أخطاء في البداية عند إدخال عنوان الـ IP والسبنت ماسك والديفولت جيت واي والDNS. فهل يمكن إعادة هذه الإعدادات من جديد؟ نعم. كيف ذلك؟ لاحظ أن عنوان الـ IP الآن أصبح 200 في النهاية. نكتب هنا root ثم نكتب pnet. كيف يمكن أن أجبر الجهاز على إعادة ضبط الإعدادات من جديد؟ هذه الإعدادات التي من المفترض أن أكون قد ارتكبت خطأ فيها. يجب أن نكتب الأمر التالي: ما هو الأمر؟ باست. هذا هو الأمر: rm فراغ داش f فراغ سلاش opt الفولدر الرئيسي سلاش ovf الفولدر الذي بداخله سلاش الملف المخفي configure دوت تعني ملف مخفي. مجرد أن أنقر على هذا الأمر أو أنفذه يتم حذف هذا الملف configure، وبعد ذلك طبعا لن أقوم الآن بحذفه، وبعد ذلك نكتب su فراغ، الرجاء التركيز هنا، فراغ داش فقط ثم enter، فتظهر لنا الشاشة الزرقاء من جديد. فإذا الآن يمكن أن أقوم بإجراء minimize لهذه الويندو لأنني لا أريد استخدامها. هذه الويندو إن أردنا استخدامها يجب أن نستخدم البيست الموجود هنا وهذا مشكلة، لذلك أريد تشغيل برنامج التيرا تيرم للتواصل مع الفيرتوال ماشين هذه. أنقر على فايل نيو ثم 192.168.108.200 SSH. أوكي، تظهر لي هذه الرسالة. طبعا في أول مرة يظهر لك هنا برسالة مختلفة تطلب منك حفظ هذا الكي في الجهاز، لكنه الآن مسبقا موجود لدي كي قديم، لذلك يظهر لي رسالة replace continue. هنا أكتب root ثم pnet. أوكي، تهانينا، الآن أنا في الفيرتشوال ماشين الخاصة بالبينيت لاب. في البداية إن كان لديك فضول في معرفة نظام التشغيل الخاص بهذه الفيرتشوال ماشين يمكن أن تكتب الأمر التالي: lsp underscore release فراغ داش a. فنلاحظ أنه Ubuntu، هذا هو الإصدار الخاص به. الآن لمعرفة عناوين الـ IP الموجودة في هذه الـ Virtual Machine نكتب الأمر IF وليس IP، IF config. الذي يهمني هو الـ PNET 0 المعذرة الـ PNET 0 هذا البينت 0 192.168.108.200 اوكي، والبينت 1
للأسف البينت 1 ليس له عنوان IP حاليا، سوف أقوم الآن بإعطائه عنوان IP. لا تقلق، سوف أقوم الآن بإعطائه عنوان IP. وأيضا البينت نات لها عنوان IP مسبقا. فإذا الآن الخطوة هو إعطاء عنوان IP بشكل يدوي للبينت 0. كيف ذلك؟ الرجاء التدقيق على الخطوات التالية. أكتب الأمر التالي: cd الفولدر الرئيسي etc، ثم الفولدر الذي بداخله network، ثم enter ls لاستعراض محتويات هذا الفولدر. لاحظ أن بداخله الملف interfaces. سوف أقوم بإجراء تعديلات على هذا الملف باستخدام الأداة nano، ثم interfaces وتاب بشكل تلقائي يكمل الأمر. Enter. لاحظ هنا، الرجاء إن لم تظهر هذه المعلومات في الجهاز الذي لديك فهذا يعني أنك دخلت إلى ملف غير موجود، يجب أن تظهر هذه المعلومات. أولا لدينا البينت 0 متصل مع الإيثرنت 0. أين الإيثرنت 0؟ الإيثرنت 0 هو هذا أول كرت شبكة هنا. الحالة الخاصة به static، عنوان IP هذا هو عنوان IP. يمكن أن أعتمد على هذه الصيغة لسرقة طريقة إعطاء عنوان IP بشكل يدوي لهذا المنفذ. من هو؟ البينت 1 الذي هو الآن في حالة manual. فماذا أكتب هنا؟ أكتب هنا static، ثم أحتاج إلى إدخال عنوان IP مع مراعاة الشبكة هنا 1 وهنا الجيتوي 1 1. فأنسخ الإعدادات الجاهزة لدي في الجهاز وأضعها هنا. الأدرس 192.168.1.200، النت ماسك 255 ثلاث مرات .0، الجيتوي 192.168.1.1، والدي ان اس دومين والدي ان اس سيرفر. اوكي، اصبحت جاهزة تحت البينت 1. فاذا هنا لدي البينت. زيرو وهنا البينت 1. الرجاء التدقيق إلى الجيتوي هنا 1.1، أما هنا 108.2. هذا ما أحتاجه من تعديلات فقط. كنترول و إكس، هذا معناه كنترول و إكس. هل تريد الحفظ؟ يس، تعني واي حرف كبير، أكتب واي. هل تريد حفظ هذا الملف في اسم interfaces؟ نعم، أضغط على Enter. هذا ما أريده أو أحتاجه من إعدادات. الآن أجري الأمر reboot. أنتظر قليلا حتى يتم إعادة تشغيل الفيرتشوال ماشين. سوف يتم إعادة تشغيلها هنا أيضا. خسرت الاتصال بها لأنني متصل بها عن طريق الـ SSH، فمن الطبيعي أن أفقد الاتصال بها. أنتظر قليلا حتى تقلع وأحاول معرفة عناوين IP الموجودة فيها. إن عملية ضبط عناوين IP للفيرتشوال ماشين مهمة جدا جدا في البداية. أكتب هنا root ثم pnet، فنلاحظ أن عنوان IP ل pnet 1، نعم،
الرجع التدقيق هنا عنوان IPLP.NET1، الماوس لا تسمح لي بالتحديد عليه. المهم في السطر الأول هنا، في السطر الأول لدي الـ PNET 192.168.1.200، في السطر الثاني PNET 0 192.168.108.200، والـ PNET NAT 10.0.137.1، والدوكر 0.10.177.0.1. فإذا الأمور على ما يرام، كل شيء على ما يرام. أعود من جديد وأستخدم برنامج التيرتر add continue root ثم pnet ثم OK. فإذا لا أحتاج الويندوز الخاصة بالفيرتشوال ماشين، أحتاج فقط هذه الويندوز الخاصة بالتيرتير، لكن لا تغلق الفيرتشوال ماشين، فقط قم بإجراء مينيمايز لها. الآن أحتاج إلى تنزيل الأداة التري التي سوف تساعدني في عرض الملفات. أولا نكتب get أو update get، لكن قبل update get استكشف أن هذه الفيرتوال ماشين متصلة بالإنترنت 8.8.8.8. نعم متصلة بالإنترنت. ننقر على Ctrl و C. الآن أكتب هنا update get أو apt get update حتى يتم تحديث الباكيج الخاص به الفيرتشوال ماشين. تم تحديث الباكيج. ليس من الضروري تنزيل التري لكنها مفيدة. بعد الانتهاء من عملية تنزيل التحديثات المطلوبة للأمر أو الأداة تري، اكتب هنا apt under dash get install tree فيتم تنزيلها على السريع. ممتاز. الذي يهمني هو المسار التالي. ما هو المسار؟ cd opt cd الملف الذي بداخله NNetLab، cd الملف الذي بداخله add-ons هو الملف الرئيسي الذي سوف نعمل عليه، ثم التري. نلاحظ أن هذا الفولدر add-ons الآن بداخله ثلاث فولدرات رئيسية، هي أهم فولدرات في الفيرتشوال ماشين الخاصة بالبينت لاب والفيرتشوال ماشين الخاصة بالاي في ان جي. كل الملفات الخاصة بالاجهزة، اجهزة الراوتر لسيسكو التي نهايتها بي اي ان الخاصة بالداينامز سوف يتم تخزينها هنا. كل ملفات الـ OUI أو الـ IOL سوف يتم تخزينها هنا ضمن الفولدر الفرعي في البين. كل الملفات من نوع QEMU سوف يتم تخزينها هنا، فلذلك الرجاء التدقيق على هذه الملف الفولدرات الثلاثة، الأول الثاني الثالث. نلاحظ أيضا بالنسبة للـ Images أو أنظمة التشغيل من نوع IOU التي سوف نقوم بتخزينها هنا لا تحتاج إلى كي، لأنه الكي موجود مسبقا مع البينت لاب، بينما يحتاج الـ EVNG إلى إجراء تنزيل الكي بشكل يدوي. ننزل هذا الكي بشكل يدوي وهذا الملف، وبعد ذلك نقوم بتشغيله باستخدام البايثون، الأمر بايثون ثم اسم الملف. فإذا هذه هي ملفات اللايسن لأنظمة التشغيل الخاصة بالـ IOL.
كل شيء جاهز، علي فقط الآن أن أقوم بطريقة ما وضع أنظمة التشغيل في هذه المجلدات. طبعا يتم ذلك باستخدام عدة طرق. الطريقة الشائعة أكثر شيء وهي الآي شير. هذا الأمر آي شير ثم سيرج ثم داينامز يظهر لي كل الملفات المعذرة. داينامز يظهر لي كل الملفات التي إن قمت بتنزيلها الآن سوف يتم تنزيلها أين؟ في هذا الفولدر. ثم أقوم بإجراء سيرش لآي أو إل. أيضا يظهر لي كل الملفات التي إن قمت بتنزيل أحدها سوف يتم تنزيله أين؟ في هذا الفولدر، ليس في الـ IOL مباشرة وإنما في الفولدر الذي بداخله حتى يتم تطبيق اللايسن عليه. أعود من جديد وأكتب الأمر 3 ثم هنا search QEMU. أيضا يظهر لي كل ملفات الـ QEMU التي إن قمت بتنزيل أحدها سوف يتم تنزيله إلى هنا بشكل تلقائي. الآن لنحاول تنزيل الملفات المهمة لأهم أنظمة التشغيل المستخدمة والأكثر شيوعا. سوف أبحث عن هذا الملف C1710 copy. Enter. نعم موجود. الآن أقوم بإجراء تنزيل له، أحذف search ومن ثم أكتب هنا pull. Enter. ربما أنجح ربما أفشل، إن فشلت يجب أن أحصل عليه بطريقة ما وأقوم بتنزيله باستخدام الفايلزيلا. الحجم 36 ميجا لكن نعم نجحت في تنزيله. أين سوف يتم تنزيله؟ في الداينامز بشكل تلقائي لأنه من نوع داينامز. نكتب هنا 3. بالفعل تم تنزيله بشكل تلقائي. أنسخ الإيميج الأخرى الثانية كوبي وأبحث عنها. Search. هل هي موجودة؟ نعم موجودة لكن أتمنى أن أستطيع تنزيلها لأن السيرفر أحيانا يكون مشغول جدا. Pull. هل سوف أنجح بالتنزيل؟ لست أدري. نعم نجح الجهاز أو السيرفر رد علي. سوف أنسخ الإيميج الأخرى الخاصة بأجهزة الراوتر من نوع 7200 وهي أهم إيميج تقريبا. أقوم بالبحث عنها لكن لا أتوقع أن أجدها، للأسف غير موجودة. سوف أستخدم برنامج الفايلزيلا بعد قليل لتنزيلها. أستكمل البحث عن الإيميجز الخاصة بالIOL. نعم هي موجودة. أستبدل كلمة السيرش بPull. وأتمنى أن أنجح في عملية التنزيل. فشلت. أنسخ الإيميج الثانية كوبي وأبحث عنها. أولا قم بعملية البحث وبعد ذلك قم بعملية التحميل. نعم هي موجودة.
فأحاول تنزيلها إلى الجهاز pull. فشلت. فإذا الفشل تم هنا وهنا وهنا. لكن ماذا عن هذه الملفات؟ أحاول البحث عنها. هذه من نوع QEMU. أكتب search. نعم موجودة. أحاول أن إجراء pull لها. هل هي موجودة؟ لننتظر قليلا. طبعا هي من نوع QEMU لذلك يتم تحويلها إلى الفولدر الخاص بـ QEMU بشكل تلقائي. للأسف no response من السيرفر. نعم جاء الريسبونس لكن الحجم لا يكفي، يجب أن تبدأ عملية التحميل. الظاهر أن السيرفر مشغول جدا. ننتظر قليلا. طبعا هذه عندما يتم نسخها إلى الفولدر QEMU فقط في هذه الحالة يتم إنشاء فولدر بهذا الاسم ووضع الهارد ديسك ضمن الفولدر. نعم نجحت. على شكل اسم Vertio و A.QCow2. نعم نجحت. الآن نكتب الأمر 3. لاحظ أنه تم إنشاء فولدر بشكل تلقائي ووضع للأسف لم يتم تغيير اسم الملف، لذلك نحتاج إلى تغيير الاسم للهارد ديسك إلى vertio.qcow2. ويتم ذلك باستخدام أمر اللينكس التالي. هنا لدينا السورس وهنا لدينا الديستنيشن. ما هو السورس؟ السورس هو هذا الاسم. أنسخه وأضعه هنا MV. هذا السورس. إلى ماذا تريد تعديله؟ إلى الاسم التالي Copy. لكن هذا يتطلب مني الدخول إلى هذا الدايركتوري. أي دايركتوري؟ LQ CD QMU بعد ذلك CD VI Enter. الآن أنسخ الأمر السابق الذي سوف يعدل اسم الملف Copy ثم Paste. هل تمت عملية التعديل بنجاح؟ لست أدري. أنتقل إلى الخلف مجلدين ثم أكتب هنا 3. نعم تمت عملية التعديل بشكل تلقائي. فحتى أتجنب هذه العملية أقوم بتحميل هذه الملفات مباشرة من جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وذلك كما يلي. نقوم بتشغيل برنامج الفايل زيلا. هذا هو البرنامج. نحاول التواصل مع الفيرتشوال ماشين 192.168.108.200. اليوزر نيم روت، الباسورد بي نت، البورت 22 لأنني أستخدم السكيور اف تي بي كويك، update okay. فإذا هذه الملفات موجودة أو تمثل ملفات الجهاز لدي، وهذه الملفات تمثل ملفات الفيرتشوال ماشين. الذي يهمني هو الملف أو الفولدر OPT ثم النت
lab ثم add-ons ثم dynos. أنا حفظت الملفات في جهازي في السي، هنا هذه السي، في الفولدر add-ons موجودة مسبقا dynos. فإذا هذا الملف وهذا الملف نجحنا بتحميلهما من الإنترنت مجانا. احتاج هذا الملف أنسخه بشكل عادي جدا من هنا إلى هنا، أي من جهاز الكمبيوتر الذي أعمل عليه إلى أين؟ إلى جهاز الفيرتشوال ماشين. أنقر هنا على IOL بين، لا يوجد أي ملفات في الفيرتشوال ماشين. أذهب إلى جهازي أنا بين، يوجد ملفين أحدد عليهما ثم أنسخهما مباشرة. يجب أن تحصل على هذه الملفات من الإنترنت. الآن أذهب إلى الQMU. الQMU هنا يوجد لدي ملف واحد، هنا الQMU يوجد لدي اثنين. الM3 للأسف هنا لدي M3، سوف أحذفه، الموجود في الفيرتشوال ماشين الذي غيرت الاسم له قبل قليل سوف أحذفه، delete، وأنقل الملفات الموجودة في جهازي مباشرة إلى هنا، حيث أن اسم النظام في الداخل جاهز باسم Virtio A لهذا الملف ولهذا الملف، كلاهما Virtio A. فإذا يجب أن يكون المجلد هنا أن يبدأ ب VIOS حتى يتعرف عليه البرنامج، برنامج البينت لاب، ويجب أن يبدأ هذا المجلد أيضا ب VIOS L2 حتى يتعرف عليه. هذا يمثل راوتر وهذا يمثل سويتش. هذا ما أحتاجه من عمليات نسر، لكن هنا يوجد ملاحظة مهمة جدا جدا، أن الملفات التي قمت بإجراء نسخها بشكل يدوي مثل هذا الملف من جهاز الكمبيوتر لدي، لاحظ أن البرميشن لها مختلفة، لذلك يجب تعديل هذه البرميشن. ولحسن الحظ البينت لاب فيه زر أو بوتن خاص بذلك، إن نقرنا عليه يعدل هذه البرميشن ويجعلها نفس هذه البرميشن، أو يمكن بطريقة أخرى سرقة الرقم الخاص بالبرميشن لهذه الملفات التي تم تحميلها من الإنترنت. فنلاحظ أن الرقم هو 755، هنا الرقم للملف الذي نسخته من هنا بشكل يدوي 644، أكتب هنا 755 وتنحل الأمور. نفس الشيء بالنسبة، لكن يجب أن أجري هذه العملية على كل الملفات. هل يوجد حل آخر؟ نعم يوجد حل آخر. الحل الآخر هو الدخول إلى التيراتيرم ثم كتابة الأمر التالي underscore obt معذرة slash obt slash n netlab slash rubbers slash unl underscore rubbers فراغ داش اي فراغ fix permission. قبل أن أقوم بتنفيذ هذا الأمر سوف أثبت لكم ما سوف يقوم به. نذهب إلى الQMU وبالتحديد إلى هذا الملف، فنلاحظ هنا البرميشن الخاصة به هي 644. أعود إلى برنامج التيراتيرم وأنقر على الأمر وأنفذه. من جديد أذهب إلى الملف الذي كان قبل قليل 644 وأضغط عليه لنلاحظ أن أو نقوم بإجراء ريفرش ثم ريفرش من هنا ثم فايل بيرميشن، نلاحظ أنها أصبحت بشكل تلقائي 755. أو هناك طريقة أسهل كما نوهت باستخدام الزر الموجود في البينت لاب والذي إن نقرنا عليه يتم تثبيت أو
تعديل هذه البرميشنز بشكل تلقائي، لكن هذا ما سوف أتحدث عنه في الفيديو القادم. فقط الآن للتأكد نكتب الأمر 3 مرة أخرى للتأكد من أن هو لدي ثلاث أجهزة راوتر من نوع داينامز، لدي هنا جهاز سويتش من نوع IOL أو IOU أو OUI، ولدي هنا جهاز راوتر من نوع OUI، ولدي هنا جهاز راوتر من نوع ISOV، ولدي هنا جهاز سويتش من نوع ISOV ولكن L2، هذا L3 وهذا L2. سوف نثبت ذلك في الفيديو القادم، أو يمكن الآن أن نثبت ذلك عن طريق فتح المتصفح وكتابة 192.168.108.200. لدي هنا الأوفلاين مود والأونلاين مود، يفضل في البداية اختيار الأوفلاين مود، وبعد ذلك يمكن أن نعطل الأوفلاين مود وننتقل إلى الأونلاين مود. فإذا أنقر حاليا على الأوفلاين مود، فيعطيني تعليمات اسم المستخدم admin، الباسورد pnet. اوكي admin pnet. الديفولت كونسول اتركه لبرنامج الباتي او السكيور سي ار تي بحسب ما تم تعديله من اعدادات السيتنج في الويندوز من الديفولت ابس. الكابشا يمكن إلغاؤها وسوف ألغيها بعد قليل. لوجن. فإذا أذهب الآن إلى account ثم إلى systems ثم system settings، فنلاحظ هذا الزر الذي تحدثت عنه قبل قليل fix permission وينهي العملية كلها. وأيضا لدي بالنسبة للكابشن هنا الكابشا المعذرة الكابتشا، فأنقر عليها حتى لا يطلب مني إدخال الكابتشا كل ما حاولت الدخول إلى الجهاز. هنا يمكن تفعيل الأونلاين إن أردنا تفعيل أونلاين، لكنني سوف أتركه بحالة الأوفلاين. في الفيديو القادم سوف أتحدث عن طريقة، أو لنتحدث الآن لنقوم بإنشاء لاب جديد من أجل إثبات أنه يوجد لدي هذه الأجهزة التي قمت بإضافتها هنا. أنقر على Add New Lab ثم Lab 1. سوف أتحدث عن هذه البرميشن في الفيديو القادم. الآن أنقر هنا على نود، فنلاحظ هذه هي الأجهزة التي يمكن العمل عليها. هذه الأجهزة هنا تم أخذها من هذه المجلدات هنا، يوجد ارتباط وثيق بين هذه المجلدات وبين ما يظهر لنا هنا على الشاشة. فإن عرفنا اللعب هنا يمكننا بعد ذلك العمل على أي جهاز موجود هنا. سوف أكتفي في هذا الفيديو بهذا القدر، وفي الفيديو القادم أستكمل الحديث عن طريقة إنشاء لاب و إضافة أجهزة إليه وتشغيلها والتعديل على التوبولوجي.